احتفالات 55 ألف متفرج هنا في هذا الملعب الأسطوري في مباراة تاريخية في مباراة تاريخية. يلا يا رجال يلا يا أولاد جيبوا يا الأولاد بأي ثمن نمشوا لكم التاريخ أمامكم سيحكي بأن هذا الجيل سيقول التاريخ اسميتو كما بدأتم المنافسات منذ الدور الثمانية أمام فريق أونانا الكابوني والكرة مباشرة لضربة مرمى الحكم يعطينا امتيازية الوداد آخر فترة المقابلة آخر أتسبب عرقا عندي مقابلة أخرى صدقوني عصا 90 دقيقة على الأخرى المشروع الرياضي هي هذه المقابلة كل الأعصاب توشنا في الملعب منذ الساعة الثالثة ونحن نعيش هيستيريا هذه المقابلة. هذا هو ترى سيدخل بوركينابي ترى جدد العالم الكاملة قلت رجله اليسرى كهربائية يشعل الراب في الصعيد ذكر الصحابة المعصوم هو اللاعب الشرقي لما وجدهما رومار دعوة الرجل يعرف من يفعل العالم الكاملة كل لاعبين المدربين آخر ربطة المقابلة أريحنا يا بكري بابا قاسما صبر على النهاية وأريح أعصابنا في هذه المقابلة التي حبست الأنفاس الآلاف من الشعار الأحمر والأبيض 55,000 حجرة تفضح باسم الوداد ملايين المغاربة والوداد وتحكيم كازابلانكا ستعيش ليلة بيضاء هيستيريا طوفان إعصار سموه ما شفتم على اسم أسئلة جمهور الوداد أساطير البوش جمهور ما وقفش الوداد عنده مقابلة أخرى ما يحبش الجمهور العالم الكامل الجمهور نعاود نكررها إذا الوداد تدخلت الجمهور الجمهور الرائع الجمهور المتميز الجمهور الأسطوري في ملعب أسطوري داخل الفريق الأسطوري مرجع اسم الفريق الوداد كم في المصير لوجستيكيا يمكن نحسب أفضل فرق معركة الآن الناصر يبقي لما تكون أكثر مصير وفر كل الكبيرة الصغيرة عمودة بشجاعة رجل خل داخل الفرق كبير ما خاف شاف المغامرة إن شاء الله يا رب تتوج هذا نجوم خرافي اللاعبين هيستيريا بور الرجال هيستيريا بور الرجال الوداد بطل العالم